فوز مهم جدا يا كابتن اسلام. انا كمان يمكن في خلال اللحظات انضم لي الكابتن سامي ومصام مدرب فريق النادي الاهلي، ببارك لك يا كابتن سامي. وزي ما قلنا يعني في المباريات دي اما بيكون الترتيب الاول والمقاولين الترتيب الثاني، انت يهمك الثلاث نقاط لان ضغط كبير جدا وضغط مباراه كبير جدا. اللعيبه عندنا اصابات وعندنا اجراءات، لكن شخصيه النادي الاهلي وروح الكبير اللي بيلعب بيها الفريق بتقدر تحسم وبتقدر تسحب كل جمهور النادي. زي ما انت قلت طبعا شخصيه النادي الاهلي ودي مهمه جدا، وده الحاجه اللي دايما بيبقى الرهان عليها. يعني الحمد لله بنبقى دايما كسبانين منها. يعني مباراه قمه بالنسبه لنا، اول وثاني الدوري، فرقه منظمه عندها حلول هجوميه كويسه، عندنا واحده دفاعيه كويسه، يكفي اللي هم داخلين فيهم 8 اهداف. انت بتسجل النهارده 25% من الاهداف اللي دخلت فيهم، دي برده نسبه كويسه. اللي انت بتسجل في اخر 12 دقيقه او اخر 15 دقيقه برده ممكن يكون ده الجون ال 12 او جون ال 13 كمان، فبرده نسبه كويسه، دول ان اللعيبه عندها اصرار اللي هي تكمل لحد اخر ثانيه، ودي دايما روح النادي الاهلي، وده عهدنا باللعيبه دايما. ما بنتفاجئش في المباراه ما بنشوفش علي معلول بيلعب، بنشوف ايمن اشرف بيلعب، لان الثقه موجوده في الجميع والراجل ليه رؤيه مهمه جدا. ضغط المباراه كابتن سامي بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه، على ما اعتقد كمان ظروف المباراه النهارده كان ممكن يريح ديانج كمان النهارده. يعني كلمنا عن النقطه دي لان انت عارف في ناس، بعض الناس بتتكلم هو ليه ما دفعش بدله. يا جماعه الامر كبير والامر مهم، وعندنا بطوله مهمه ومباراه غايه في الاهميه امام النجم الساحلي. انت عندك 30 نجم في النادي الاهلي، مش 11 نجم بس. انت راجل عنده ثقه كبيره في اللعيبه كلها، اللعيبه كلها بتتمرن كويس، اللعيبه كلها مؤهله كويس اللي هي تلعب اساسيه. كان النهارده زي ما انت قلت ايمن ادى كويس، وعلي طبعا بموجود، وموجود وحيد برده من اللعيبه المميزه طبعا في الفرقه برده النهارده، ممكن ما شاركش بس ممكن يكون وجهه نظر الراجل في كده يعني. فاحنا عندنا ثقه كبيره والراجل عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه، كل اللعيبه مستنيه انها تاخد فرصه وتادي اداء كويس. فاعتقد الحمد لله. وانا النهارده برده يعني بشكر ايمن اشرف، عمل مجهود خرافي يعني، رغم ان بقى له فتره كبيره ما لعبش في المكان دوت، لكن بيأدي بيقاتل في كل الاوقات يعني في كل الاماكن. واعتقد ان هو من اللعيبه ان الناس ما تحس بيها قوي، لكن اعتقد ان هو لعيب مهم جدا اي فرقه، واي فرقه تتمنى يكون وجود لعيب زي ايمن اشرف موجود. شكرا جدا، وان شاء الله نبارك لك في مباراه النجم باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن سعيد عبد الحفيظ، كابتن سامي ومصام، فوز مهم وفوز مطلوب، وهي دي روح النادي الاهلي. مستنيين ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي في مباراه النجم الساحلي. شخصيه النادي الاهلي من البدايه مباراه غايه في الاهميه، لكن ثقتنا كبيره في كل اللاعبين في الجهاز الفني. ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن اسلام.